تعيشي وتطرخي. صحتين وهنا. على قلبك إن شاء الله. وبصراحة يا فريال طبخاتك عم تذكرني بطبخات المرحومة أمي، وأنتي ماشي على نفس الخط. لا أيوه أخي، شو جاب طبخي لطبخ أمي؟ صدقيني يا فريال أنا ما بجامل حدا، أخوك ما بيعرف يجامل. والله بعرف يا أخي، يعني عدم المؤاخذة أنت ما كنت هيك بالأول، يعني كنت تقلي إنه الحياة هي فن التعايش والمسايرة والمداراة، بس يعني عدم المؤاخذة بعد ما صرت رئيس محكمة الجنايات يعني ولمح اسمك هيك بميدان القضاء صرت تزين كلامك بالميزان. طبعا لأنه آرائي الآن آراء مسؤولة، والمجاملة والمداراة قد يساء فهمها. بس أنت كمان لا تأخذني بالكلمة، صاير عابس وجد كتير، وفي ناس عم تقول عنك إنه وشك ناشف ولا بتنحلب ولا بتنجلب. وشلون بدي انحلب وانجلب؟ شوف أديب، قضايا الناس هي اللي عم تفرض علي يكون جدي، وبيني وبينك القاضي لازم يكون جدي حتى بتعابير وشه بكلامه بتعليقاته، وأنا إذا بدي أضحك أو ابتسم أو صحيح، بس هذا الشيء لازم تطبقه بالمحكمة بالأصل العدلي. مو علينا، مو هيك فريال؟ افضح ريشك هلا هيك أنا؟ بالعكس أخي بالعكس، لك يا ريت كل القضاة عندهم ضمير مثل ضميرك. شو اسمك انت؟ اسعد بزركان. عمرك؟ 32 سنة. وين ساكن؟ بسيدي عمود دخلة الزواريب. شو بتشتغل؟ معلم صحية. ايوه، انت عم تدعي انك اشتريت البيت اللي ساكنه من امك، مو هيك؟ معلوم سيدي، ودفعت لي حقه على دوز بارا، وليك الختيارة قدامكم اسألوها. يلي عم تقول عنها ختيارة بتكون امك، عيب عليك. بقى احكي عنها بأدب، فهمت؟ سيدي كانت امي، كانت، بس لما انكرت انه انا اشتريت منها البيت ما عاد امي. هي الكركمي اللي قدامها. اخراس واحكي بأدب. شو اسمك انت يا اختي؟ فوزية دوز بارا. سيدي انت بعتي البيت اللي ساكنتيه لابنك؟ اعوذ بالله، شو انا مجنونه يا سيدي القاضي لحتى بيع البيت؟ وين بدي روح باخواته؟ كم ولد عندك انت؟ عندي 7 شباب وبنتين، بقى معقوله انا ضيع لهم حقهم يا سيدي؟ شو انا يهوديه؟ لا تكتب يهوديه عندك بالضبط. شو ردك على والدتك يا اسعد؟ سيدي انت ما بتعرف غير الوالده، الوالدة العفو منك يعني بتحكي أشكال ألوان وكل ساعة بتخترع قصة، بس الله وكيلك، الله وكيلك أنا اشتريت منها البيت ودفعت لها حق البيت كاش، بعدين هي العقد قدامك. صحيح هالحكي يا فوزية؟ لا يا سيدي مو صحيح منه، بس ابني الله يرضى عليه أسعد دائما بيحكي علي وبيقول عني إني أنا خرفانة بقطش وبالحش يا سيدي، بس والله يشهد الله إني أنا ما بعته البيت ولا بحياتي جبت هاي السيرة على لساني. بس أنت يا فوزية موقعة على العقد وهي العقد قدامي. لا يا سيدي مو صحيح منهم، أنا ما وقعت لأنه أنا ما بعرف بكتب يا سيدي. ده كمين يلي وقع؟ والله ما بعرف، بس ابني أسعد الله يرضى عليه إجا وقال لي قومي بدي أخذك أعمل لك هوية جديدة، لأنه هاي الهوية صارت مشرشحة وأنت مالك حاطة غطاء على راسك، وصار يدهلز لي يا سيدي ويسايرني لحتى قمت ورحت معه على المصور وتصورت هنيك، وأخذني يا سيدي ما بعرف لوين وصار يبصمني على الوراق، وأنا كل فكري إنه من شان الهوية. لا والنكتة إنه أنا لا بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب ولا بعرف أنضرب على قلبي يا سيدي، هي هي كل القصة. طيب شلون بتبصمي على ورقة ما بتعرف شو في بقلبها؟ يو اسمعوا على هالسمعة، في أم بتأمن لابنها يا سيدي. معك حق. طول بالك سيدي، شو معها حق؟ لك هاي وحدة ختيارة ومخرفة مو عارفانة شو عم تحكي. خراس خراس وبلا وقاحة، بعدين ضب هالمسبحة من ايدك واقف اعتدال. انت واقف قدام المحكمة، يخرب بيتك ما لقيت تتقوى غير على امك. سيدي هلا شفنا بهذا الحكي، الوراق عندك نظاميين ومزبوطين، والمخلوق اعترفت بعظمة لسانه انه بصمت بدون اي اكراه، مزبوط ولا لا؟ انت مراوغ ووقعتك سودا، بنصحك توكل محامي لانه شغلتك عويصة شوي.
رفعت الجلسة للساعة 20/7/2011. هلا كل ما اجينا لعندك بدك تتحش لي راسك بهالوراق. الحق معك يا اختي، بس شوفت عينك الشغل فوق راسي. يعني معقولة أنا قاعد ببيتك وعم أرقد وأنت عم تشتغل؟ والله مو حلوة منها. ولا يهمك أديب، خذ راحتك دقيقتين وبكون خالص. لأنه مشكلة في قضايا بدها بحث وتعمق ولازم تندرس على رواق. يعني مثلا اليوم إجاني واحد سرسري أزعر محتال على أمه ولاطش من البيت والقانون معه ووضعه نظامي وما بقدر أعمل معه شيء ودبر هذا بتدبر. لك حبيبي أنت ليش حامل السلم بالعرض؟ طالما وضعه نظامي مثل ما عم بتقول احكم له بالبيت وخلصت القصة. ما في قناعة يا فريال، ما تشكلت عندي قناعة. ويا ترى قناعة القاضي بتأثر على القضية؟ للأسف القناعة أو عدمها غير كافية، المهم القرائن والوقائع والوثائق. أنا برأيي يا أستاذ منير إنك تجيب هذا المتهم وتطرقه كفين ثلاثة تخليه يكر كل شيء عنده وبلا هالمطمطة وجعة الراس. يا حبيبي عليك شو فهيم، ايش مفكرنا عايشين بعصر محاكم التفتيش؟ قالوا نعم. نعم انا القاضي منير بيرقتار. مين؟ صياح الاجرب؟ شو بدك يا صياح؟ ليش عم تدق لي على البيت؟ أخي جلستك بعد 20 يوم والجواب بتسمعه بالمحكمة. نعم؟ شو بدك بعنوان بيتي؟ ها هيك لك بدك تبعت لي هدية. وشو المناسبة بقى؟ شوف يا صياح، قسما بالله إذا بتعرض تاني مرة رشوة علي لأرفع عليك دعوة ودكك بالحبس حتى ربي فيك بيت الأجرب كلهم، فهمت؟ يخرب بيتك شو قليل وجدان؟ العمل! لك شو هالناس هي؟ شو الوقعة هي؟ العمل! شو هالزمن هاد؟ خير أخي شو في؟ واحد اسمه صياح الأجرب بده يبعث لي هدية طعم كنبات. ليش شو جرمه هذا؟ ضارب شرطي وفازر له عينه. وبركي الحق على الشرطي. بيقوم وبيفزر له عينه، ليك وعلى الحكي هاد. قايم أعمل لكم قهوة. ليش ما فتحتي له سيرة جارتنا أم غزوان؟ ليكو التاني؟ لك كيف بدي افتح له السيرة؟ مو شايفه كيف عم بخانق دبان وشه؟ طيب هلا شو بدنا نسايب الهدية اللي بعتتها معنا؟ شو بيعرفني؟ منرجع لياها؟ وبركي حبسها؟ بده يحبسها. أم غزوان رجعت الموبايل لصاحبه من بعد ما سرقته. لك أخي وبعرفه، بده يحبسها لو كانت بنت أكربوز. أنا رح أفتح. مساء الخير. مساء الخيرات أهلين. هون بيت القاضي منير بيرقدار؟ نعم، شو بتريدي منه؟ بدي أحكي معه كلمتين لو سمحت. أنا منير، تفضلي امري. مو معقول حضرتك القاضي منير بيك؟ إيه أنا، أي خدمة؟ ما شاء الله عنك، مع أنك مو كبير، ليش هيك قالوا لي عنك كبير كتير؟ يا ستي الله يجبر بخاطرك، امري. هلأ هيك بدنا نحكي هون على الباب؟ بخصوص شو بدنا نحكي؟ يعني هو الموضوع خاص شوي، ما بينحكى هون على الباب. شوفي لقلي، إذا بدك إعانة أو ما معك أجار بيت أو أبوك بده يعمل عملية وما معك أجار طبيب أو إذا عندك أخوات يتامى ومحتارة شلون بدك تطعميهم أو إذا بدك تفوتي تساوي لي البيت ولازمك كم قرش، أنا رح أعطيك 500 ليرة وادعي لنا، أنا ما بدي شي منك. لك الله يسامحك يا أستاذ، الله يسامحك. يعني شو شايفني قدام منك؟ مشرشحة كتير؟ ولا عن جد شكلي وحدة شحادة؟ عدم المؤاخذة لك، شو بدك انتي؟ هلأ هيك نضل واقفين عم نحكي هون؟ ما بدك تقلي تفضلي؟ هلأ ليش الموضوع؟ ولا كل حادث حديث؟ ايوة شكله عندك حدا جوا بالبيت، مع انه قالوا لي عنك عزابي. لا حول ولا قوة الا بالله. شو اسمك انتي؟ مخدومتك اسمي صفية الدودو. صفية الدودو؟ وشو بيقربك زكريا الدودو؟ أبي يخرب بيتك،
أبوك زكريا الدودو يلي قتل بياع الفستق الحلبي على طريق الربوي وسرق له الغلة؟ مظلوم يا أستاذ، وحياة الله إنه مظلوم. مشان هيك أنا جاي أتفاهم معك لوحدي، يعني بصراحة أبي ما عنده شيء يقدم لك يا، ولا حتى إنه يهديك يا. وأبوك عنده خبر؟ إيه، ما أبي هو اللي بعتني لعندك لما زرته بالسجن، حتى هو اللي دلني على بيتك كمان. بعتك لعندي؟ شوف يا صفية، قسماً بالله لو لأنك صبية صغيرة ومالك فهماني الله وين حاطيك كنت أصدرت بحقك مذكرة توقيف بتهمة الأغواء وزتيتك جنب أبوك بالسجن. ليش أنت قاصر أستاذ؟ يعني أنا اللي بعرفه أنه القانون بيعاقب على أغواء قاصر مو على أغواء قاضي. يا عم ما أوقع هيك، لك معقولة اللي عم يصير؟ والله لو القصة مو صايرة معي ما بصدق. نعلي مو شو ليه؟ نعلي يلا ماشي، رح نقلع مثل ما بدك. ما بدك تشحدني، ان شاء الله عنك ما شحدتني، بس روح روح الله يصطفل فيك شو انك واحد بخيل. خذي بس الدعينة، رد دورها على جوتك انت الثاني. صباح الخير استاذ. أهلين ابو طارق، شو بلاقيك هون؟ ايه والله يا استاذ منير، اجازه هلا 3 ايام. صار لي شي 20 يوم مو شايفته. شو بدي اسوي يا زهره؟ هاي الحدود ما فيني اتركها. سمعت انه المركز اللي حاطينك فيه صعب كثير. ايه والله يا استاذ منير صعب كثير. كل يوم خناقه مع المهربين، واص ورمي قنابل وما بعرف شو. وليش نقلوك لاخر الدنيا؟ طبعا ما بدي اسمع كلمه لحدا، لانه انا زلمه بدي اكل لقمتي بالحلال. يعطيك العافيه استاذ، بالاذن. الله معك، مع السلامه. لك حدا بيسرق الجامع يا قليل الاصل؟ سيدي القاضي، هذا الكلام غير صحيح. موكلي لا يمكن ارتكب هيك عمل شائن ابدا. بس في ناس شافوه وهو عم يفك التريا الاثريه وبده يسرقها. يا سيدي لا بدي اسرقها ولا شيء، كل القصه انه شفت لمبه محروقه بالتريا فقلت رح بدلهم اياها بوحده جديده. يا سيدي هي هي كل المشكله. لا تحكي بدون ما حدا يسالك. حاضر. سيدي القاضي اللي عم يحكيه موكلي صحيح. وشو الدليل؟ سيدي انا عندي 3 شهود. الأول مستعد يحلف إنه هو شاف اللمبة المحروقة بنص تريا بعينه، والثاني كمان مستعد يحلف إنه هو اللي عار السلم لموكلي لحتى يطلع ويبدل اللمبة القديمة، والثالث كمان بيحلف إنه هو شاف بجيبة موكلي اللمبة الجديدة اللي بده يغيرها بالقديمة. وين الشهود؟ سيدي نعمل لهم بطاقة إحضار، ما في مشكلة. يا مهدي اكتب مذكرة استدعاء شهود. الله معكم. شكرا سيدي القاضي. العافية يا استاذ. استاذ ممكن سؤال؟ خير. مزبوطة الخبرية اللي سمعناها؟ أنو خبرية؟ عم يقولوا المهربين قاتلين الجمرجي أبو طارق. أعوذ بالله، شو الحكي؟ من 3 أيام ما كان في البلد. والله هذا اللي سمعناه، وعم يقولوا ماسكين المهرب أبو شيهم نابل حناش وهو اللي مقوصه. البقية بحياتك، والله يعوضك بابنك الصغير. حياتك الباقية إن شاء الله. بقى شو قلتي يا أستاذ منير؟ فيك تساعدني بهالموضوع؟ والله أنا ما بثق بحدا من القضاة غيرك. بصراحة الموضوع عويص شوي. ليش عويص؟ إذا القضية مو عندك اطلب من الوزير يحول لك هالقضية حتى تحاكم المجرم بنفسها وشوف شو بيقول لها. والله يا أستاذ منير أنا ما رح أرتاح لحتى هالمجرم ياخذ جزاء اللي بيستحقه، وأنا بثق فيك. شكرا،
شكرا على الثقة الغالية يا زهرة، شكرا. أنا بقدر حرصك بتبني هالقضية أستاذ منير، وسجلك القضايا طبعا بيشهد لك بالتفاني والنشاط والمسؤولية والبعد عن الهوى والنزوات الشخصية. ونظرا لكفاءاتك كلياتها هي، أنا رح حول لك قضية المتهم أبو شيهة من أبو الحنش لحتى تكمل فيها تحقيق. الله يوفقك. شكرا، شكرا لثقتك الغالية سيادة الوزير. موفق. عفوا عمي، والله بلا زغرة بتعرف لنا الأستاذ منير وين ساكن؟ أنا الأستاذ منير. وصلنا. نزل نزل صبحي، نزل بسرعة. لحظة لحظة، هدول هدية بسيطة أستاذ بتليق لمقامك. نزل شبنا يا صبحي، نزل. عم أقول لك لا تنزل شي. مين حضرتك؟ محسوبك محدين الصعلوك، أخوه لأبو شيهة من أبو الحنش اللي مسكوه قضية الجمركجي. حبينا نستفقدك بالكم غرض أستاذ. انقلع من هون ولا؟ انقلع من هون! لا يا أستاذ، عم تقلعني من قدام بيتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الهدية. عم أقول لك انقلع من هون قبل ما أجيب لك الشرطة، انقلع! شرطة؟ خوفتني والله. شو مو عاجبتك الهدية أستاذ؟ هاي فتحت بس، الباقي جاي على الطريق. ولك اخراس؟ اخراس من اللي عمل هون؟ يلا! ايه شو عليه؟ والله تعض اصابيعك ندم لسه. انت متهم يا عباس ناب الحنش الملقب ابو شيهم باطلاق النار من باروده حربيه على الضابط غسان الملاح اثناء قيامه بواجبه بمنع التهريب. شو قولك؟ هذا الكلام غلط ومستحيل كمان سيدنا. شو كنت عم تساوي بوادي صخر ليله الجريمه الساعه 2 بالليل؟ كنت عم بهرب حليب اطفال وشويه ادويه مفقوده. أنا بعترف بغلطي، الله يلعن الشيطان وغضبه. بس رجال الجمارك مسكوا معك حشيش وأسلحة ومشروبات روحية. هذا الكلام مو صحيح سيدي، بدلوهم، الأعداء كتير. وليش حامل سلاح حربي؟ الواحد بالبرية بيخاف على حاله سيدنا، من شي ضبع كاسر، من ديب كلبان، من قاطع طريق ابن حرام، هي القصة. بس الرصاص يلي قتل فيه الجمركجي غسان الملاح من نفس الرصاص اللي كان بباروتك. شو بس انا حامل باروده؟ ما كل الناس صار عندها بواريد. وليش باروتك كانت ناقصة رصاص؟ انا كنت حاضر عرس وقوصت، هي هي القصه. انا بعترف بذنبي. يعني ما قوصت على رجال الجمارك؟ اعوذ بالله، تنشل ايدي من الباب اذا بقدم على ابن حكومه حتى لو كان آذن. مو عيب يا سيدنا؟ صحيح انا مهرب بس عندي ضمير وطني. برضاش انت وياه سكوت احسن ما طالعكم برات المحكمه. احكي لي لشوف، احكي لي بالتفصيل كيف اطلقت النار. ألو، دير بالك أحسن ما يصير فيك مثل ما صار بالتور. ها ألو ألو، ألو، أهرين فريال. لا 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 لا، يلا نص ساعة بكون عندكم. يلا. ولي على قامتي عليك يا منير، هذا مجرم ومستقصدك. لو ما كان مجرم فعلا ما كان عمل هالعمايل. انت متأكد انه هو نفسه اللي عم يبعث لك التهديدات؟ واذا فرضنا انه هو رح يقدر ينفذها؟ فالله ولا فعلك.
لك تف من تمك أديب، شو عم تحكي أنت؟ شو رأيك يا أستاذ منير تيجي تنام عنا بهالمدة؟ الله يخليك منير، نام عنا، أنا ما رح أرتاح أبداً إذا أنت نمت ببيتك. وافرضيني كنت متجوز وعندي أولاد، شو بيطلع بإيدهم يساوي يعني؟ لك حبيبي أنت لانك متجوز ولا عندك أولاد، ليش لحتى تنام لحالك بالبيت؟ نام، ليش لحتى ما نام؟ ولا يهمك فريان، هدول ضفادع ما بيطلع بإيدهم يمعصوا نملة. إيه بس بعتوا لك راس عجل وأنت بتعرف شو معناتها. هدول مجرمين وقتالين قتلة ومو فارقة معهم لا قاضي ولا ماضي، وما في عندهم لا إنسانية ولا ضمير. سيدي يلي كاتبه الله بده يصير، وما بعتقد يتمادوا أكثر من هيك. أخي اعتذر من هالقضية، ما فيك تعتذر يعني؟ إذا اعتذرت عن القضية ضاع غريمنا، والقاتل رح يطلق سراحه ورح يتفتل بين البشر مثل ما بيتفتل الديب بين النعجات. معقول؟ ليش لحتى يضيع غريمنا؟ لك يا فريال، شمس بلادي وبعرفها تماما. صحيح الشرفاء بالقضاء كتار وكتار كتير، بس شو بدي احكي الواحد هلا، خليني ساكت. بس يا اخي انت مهدد. مهدد غير مهدد، انا ما رح اتراجع ابدا. مو انا اللي بخاف يا فريال، مو اخوكي منير بيرق دار يلي رح يهرب من احقاق الحق. ولو يا فريال ما عم تعرفي اخوكي هلا. بعرفك والله يا أخي بعرفك، والله يبارك بالبطن اللي حملك. منير حكي له لأديب عن هذا المجرم اللي انبحث بالمحكمة ورعب خلق الله، حكي له. أنا مجرم؟ اسمع أديب، بزمانه وأول ما استلمت الجنايات كان في عندي قضية ضد سجين شرس اسمه حوت المهاجع، وتهمته هي القتل العمد عن سابق تصور وتصميم لزميل له بالسجن، ويظهر في بيناتهم عداوات وتارات. لما طلع على التنفس بالسجن شاف غريمه، قام هجم عليه بنطة واحدة وذبحه من ناح رقبته من الوريد للوريد، مما سبب له فيما بعد إعاقة دائمة وثبتت رقبته بمطرح واحد. ولما اجت محاكمته دخل ووقف قدامي زلمة قصير أسمر غامق نحيف كتير، حناكه مخفسة خفيف مثل القرد، وعيونه نارية وجعير، ومو شايف حدا قدامه ومو طايق يطلع فيني. قلت له انت حوت المهاجع؟ قال لي هو عم يطلع بالشباك هيك بيقولوا. قلت له هات شوف يا حوت المهاجع، شو بتساوي انت؟ شو بتساوي حتى سموك هالاسم المبهدل؟ وما شف لك الا واحد بغمضة عين شلح قميصه وصفي بالزلط وطالع شفرة مدري منين طالعها، وشق بطنه فيها بشخطة واحدة من اليسار لليمين، وكفت الدم اندلق كرشه انتكتت كراره، وحمل هالعفشة بين ايديه هو عم يطلع فيني بدون ما يرف له جفن، وقال لي هيك بيعمل حوت المهاجع. عمل عمل عمى لك شو الزلمة هاد يا لطيف؟ ليش هيك عمل؟ شو قصده يعني؟ قصده يخوفني، بس وحياتك حكمته حكم مرتب، يعني أقصى حكم سمح لي فيه قانون العقوبات حكمته فيه. عال والله، هذا اللي كان ناقص، يعني بدل القضاة ما يربوا المجرمين صارت المجرمين هي اللي بدها تربي القضاة. انتصرنا والله. وإمتى الحكم على هذا أبو بطيخ أبو شيهام؟ بعد شهرين القضية مستوية. الجلسة الآن للنطق بالحكم. حكمت المحكمة على المتهم عباس ناب الحناش الملقب أبو شيهم بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، مع إلزامه بدفع تعويض مقداره 1,000,000 ليرة سورية لورثة المرحوم غسان الملاح، قراراً وجاهياً غير قابل للطعن صدر وأفهم علناً. رفعت الجلسة. تفضل. يسلموا. الله يسلمك. علينا الصوت شوي. تكرم. علينا الصوت يا حسن. شو هذا البرنامج اللي طالع؟ هذا برنامج الحقيقة في خدمة الشعب. أيوة. سيداتي سادتي، أقدم لكم في هذه الحلقة مقابلة أجريتها مع عباس ناب الحنش
أبو شيهم والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، وذلك بتهمة قتل أحد عناصر الجمارك. أبو شيهم مرحبا. أهلين أهلين وسهلين. كيف رح تقضي هالعشرين سنة بالسجن؟ صدقيني يا آنسي أنا ندمان ندمان، ويا ريت يعلمونا بهالسجن مهنة مفيدة لما أطلع برات السجن آكل لقمتي من عرق جبيني. طيب يا أبو شيء نعم. ممكن تحكي معقول؟ شو اللي خلاك تمشي بطريق مستحيل؟ والله يا مستحيل يا ناس. أنا من يوم خير مني شبه مو هذا أبو شيهم اللي حكمته 20 سنة أبي منو التهريب شو بعرفني؟ هذا غير شخص غير شخص تماما. لو كنت طلع فيه منيح لتكون متوهم. لا 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 أبدا ما لي متوهم. لك يا ناس يا عالم مو هذا أبو شيهم مو هذا أبو شيهم، هذا شخص تاني، هذا شخص تاني تماما يا ناس. لك شخص تاني مختلف.